بينضم إلينا على الهاتف دكتور حمدي الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز بوزارة الزراعة. أهلا وسهلا يا فندم وألف مبروك على هذا المشروع. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا بمعاليك. لو حضرتك تكلمنا عن تفاصيل أكتر عن هذا المشروع، الفكرة جت منين وإيه الإضافة اللي بيقدمها في هذا المجال؟ الحقيقة أن الفكرة جاية من 2010 واحنا بنعتمد استراتيجية بتعتمد على تقليل المساحة المنزرعة من الأرز مع التوسع الرأسي باستنباط أصناف تكون عالية في الإنتاجية، متحملة للتغيرات المناخية، متحملة لنقص المية، وفي نفس الوقت نستطيع زراعتها في الحزام الشمالي مع المحافظة على إنتاجية مصر المتميزة. لأن احنا يمكن أنا كنت واحد من علماء وكان على رسم الدكتور محمد سيد البلال مؤسس برنامج الرز في مصر في السبعينات والثمانينات، كان لنا أهداف أن احنا نحصل على محصول عالي ونستنبط أصناف جديدة. فطبعا بعد رحيل الدكتور بلال استطعنا التوصل إلى العديد من الأصناف المصرية التقليدية اللي رفعنا بها إنتاجية مصر من الأرز إلى 4 طن للفدان، ودي كانت أعلى إنتاجية على مستوى العالم، واحتلت مصر مكانة مرموقة في إنتاجية الأرز والجودة بتاعة الرز. والرز المصري كان بيتمتع بمصداقية ودولية في الجودة بتاعته وفي الإنتاجية المحصولية في وحدة المساحة. طبعا مع اشتداد ظروف المية والتغيرات المناخية كان لابد ان احنا نفكر متوازيين مع العلماء في الصين في معهد الرز الدولي بالفلبين مع جنوب شرق آسيا المعاهد الدولية. كان لابد ان احنا نوازي الصين وتقدمها، وخصوصا ان الصين عندها 1.5 مليون نسمة واستطاعت انها تكتفي ذاتيا بابتكارات متميزة في الأرز. احنا في نفس الوقت طبعا الاصناف التقليديه وصلت للبلاتو او سقف الانتاجيه، عاوزين نخترق سقف الانتاجيه ده. اخترقناه في مصر بزراعه الرز الهجين، هجين مصر واحد، واستطعنا نوصل من 4 ل5 طن للفدان انتاجيه نعم. الرز دكتور الهجين. حمدي طيب عشان نبقى عارفين اكتر، بالتاكيد حضرتك عارف، عايزين نعرف من حضرتك هذه المعلومات. استهلاك الميه للفدان برز سخا سوبر 300 العملاق، الاستهلاك في العادي بيبقى قد ايه؟ ومع التطوير ده بيبقى ايه؟ والسؤال الثاني الانتاجيه كمان، الفارق في الارقام بيكون ايه؟ بالارقام طبعا الاصناف التقليديه اللي احنا كنا بنزرعها جيزه 177 78 سخا 101 كانت الحاجات دي كلها حوالي 13 صنف، كان الاستهلاك المائي منها بيوصل من 4500 لحد 6000 متر مكعب ميه للفدان. طيب بالنسبه للسخا سوبر 300، السخا سوبر 300 ده عباره عن ايه؟ احنا دخلنا حاجه اسمها جين العملاقه، اللي هو بيدينا عدد من عدد من السنيبلات او عدد الحبوب اللي موجوده في السنبله او في الداليه بتاعه الرز، بدل ما في الاصناف التقليديه من 120 حبايه وصلناه لحد في الرز سخا سوبر 300 بيوصل 250 ل 300 حبايه، يعني بنضاعف في انتاجيه السنبله، في نفس الوقت بنحافظ على التفريح، في نفس الوقت بيدي نبات عملاق قوي وجذره قوي. يعني بنتكلم في الانتاجيه اكتر من الضعف، ده اولا. الانتاج بتاعه بيصل الى 5 طن للفدان مقارنه ب4 طن للفدان، يبقى عندنا طن زياده من صنف تقليدي، طن زياده في 1 مليون فدان بتزرعها مصر، يبقى بيوفر كتير جدا. الميه مختلفة تماما عن الأصناف التقليدية، الأصناف التقليدية بتتروي كل 4 أيام، ده ممكن يتروي من 8 إلى 10 أيام. الأصناف التقليدية غالبيتها لا تتحمل ملوحة التربة، هذا الصنف بمواصفاته وده تركيبة مصرية ولكن طعمناه بالجين بتاع السوبرة أو السوبر رايس بيتحمل ملوحة التربة، بيبقى كده نقدر يعني في أراضي الاستصلاح نقدر نزرع في الحزام الشمالي اللي هو في نهايات الترع والمتأثر بملوحة التربة، نقدر نزرع الأصناف العملاقة ديت القوية.
طيب دكتور حمدي، يعني اراضي الاستصلاح نقدر نزرع فيها الرز ده؟ ما بقول لسيادتك الحزام الشمالي ده كلها اراضي متاثره بملوحه التربه وندره الميه، فهذا الصنف هو الصنف الوحيد اللي نستطيع ان احنا نزرعه علشان يدينا انتاجيه عاليه ونحافظ على الانتاجيه، وفي نفس الوقت نوفر الميه. هذا الصنف احنا ابتكرنا حوالي 9 أصناف سجلناهم بالقرار الوزاري 1115 لسنه 2018. الاصناف المصريه ديت لها مميزات ثانيه مختلفه تماما عن الاصناف التقليديه، منها السوبر ده اللي هو سوبر 300 بنستخدمه كأب، سجلنا سلاله عقيمه الذكر بنستخدمه كأب بنقدر ننتج هجن زي طريقه الذره الشاميه بالظبط. هجن الذره الشاميه بتتزرع ب 10 كيلو بدل من 60 كيلو للاصناف التقليديه، ونقدر ننتج بيها 6 طن للفدان. طيب فده علشان خاطر نغير الاستراتيجيه اللي موجوده عندنا وفقا للمتطلبات المطلوبه حاليا. طيب دكتور حمدي، الرز السوبر او سخه سوبر 300 العملاق ده، الهيئه بتاعته يعني شكله نفس شكل الرز المصري العادي ولا مختلف؟ لا طبعا، هو الاختلاف بس في قوه النبات، لكن الحبوب طبعا زي الحبوب البلدي تصافي التبييض بتاعته اعلى من الاصناف التقليديه. الاصناف التقليديه تصافي التبييض بتاعته بعد بتاعتها بتوصل ل 63-65% بالكتير، ده بيوصل لتصافي تبييض 70%. معنى كده ان انا بيبقى عندي رز ابيض محصوله اعلى 5% عن الاصناف التقليديه، وفي نفس الوقت الطعم نفس الطعم بتاع الاصناف البلديه القديمه وعليه اقبال جامد جدا. احنا جربنا قبل ما نخش في الموضوع ده في سنه 2019 المساحه المنزرعه كانت بسيطه، 2020 زادت المساحه المنزرعه منه شكلت 10%، في 2021 السنه اللي فاتت ما قلتش عن 20% من المساحه المنزرعه في مصر من رز السوبر سخا سوبر 300. السنه دي مش قادرين نلبي طلبات المزارعين من الاقبال على سخا سوبر 300. الحقيقه احنا الابتكار ده ومجموعه من الابتكارات خاصه بالرز السوبر ان شاء الله احنا بنسجل 3 إلى 4 أصناف، واتجهنا كمان الى انتاج اول رز بسمتي مصري، وسجلنا جيزه بسمتي 201 اول صنف بسمتي في مصر، وهجين بسمتي 11 الصنف البسمتي 4 طن والهجين البسمتي بيوصل ل6 طن، في حين ان دول اللي بتنتج البسمتي زي الهند وباكستان انتاجيتها لا تتعدى 3 طن للفدان. فيعتبر ده انجاز محسوب لعلماء مصر. طيب دكتور حمدي، يعني لو تكلمنا عن التسهيلات اللي الدولة قدمتها لتيسير وتسريع إنجاز هذا المشروع بكل المعطيات اللي حضرتك بتتكلم عنها. الحقيقة احنا بنتكلم على منظومة البحث العلمي، ومنظومة البحث العلمي والعلم في مصر دي مطلوب دعمها بكل الطرق والوسائل، لأن هي القاطرة اللي هي تستطيع ان هي تغير ال 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 تغير المطلوب لزيادة المحصول والوفاء بالتزامات الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. فطبعا الدولة ممثلة في وزارة الزراعة بتلعب دور أساسي في محاولة النهوض بالمراكز البحثية والارتقاء بيها عشان تحقق المطلوب. فطبعا كان في دعم موجود بالنسبة لوزارة الزراعة، في دعم كمان موجود بالنسبة لوزارة البحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتقديم التمويل ودعم الباحثين ودعم العلماء ليعملوا تحت مظلة الدولة كلها بترعاها للارتقاء علميا وانتاجيا وتطبيقيا. احنا ما عدناش بنتكلم على بحوث مركونه في الادراج، احنا بنتكلم على بحوث تطبيقيه ترتقي بالاقتصاد. اللي دخل في خزينه الدوله من سخا سوبر 300 بس مليارات الجنيهات نتيجه زياده انتاجيه الفدان، على الاقل بنص طن دخل مليارات في خزينه الدوله، وفي نفس الوقت
محدش حس بأزمة الرز في ظل الظروف الصعبة، ولذلك التحمل الكبير اللي بتحمله معهد بحوث المحاصيل الحقلية في كافة المحاصيل بيبقى دور بيستقي بالعلم، بيستطيع ان هو يقودنا الى بر الامان وحمايه من المجاعات في الظروف الصعبه، ومنها الظروف الصعبه اللي موجوده في العالم اللي بيدور حوالينا. شكرا جزيلا دكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير الارز بوزاره الزراعه.